وعليكم السلام. تسمعوا الصداع، امشي نتفوا العافيه. ناقص جوج، ناقص جوج. الدنيا عامرة تلج. ايوا سيدي، هادشي اللي كتب الله، هادشي اللي كتب الله، هادشي بالله. ايوا بعدا نكبو لينا شي 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 مبردات. انتي قال لي واحد تكبل الصباط. ايوا اللهم من الصباط ولا من معلناش. اول حاجه نقول لكم صحتكم، و لا بغيتو تشاركوني في واحد الوقفه نترحموا على هاد الناس اللي ماتوا اليوم. بلي نوقفوا باش نكملوا. ايوا وقفوا معايا واحد دقيقه. ولا إن لله وإنا إليه راجعون. إيوا كل نفس ذائقة الموت. إيوا هادشي اللي وقع. فهمتي واش غادي يجي يوقع؟ هاد السيمانة فيها غير المصائب. ولا هاد الشهر، لا لا في هاد الشهر تقريبا هنا. ها الدار البيضاء، ها السلا، ها المضيق، طنجة، وهادشي هادشي فين كاين؟ هادشي فين كاين؟ المدن اللي فيهم العدالة والتنمية. إيوا شنقول لك، هذا يا ربي سخط عليهم السخط تيهون. واش ربي، واش حنا غنبقاو نتفلاو مع الله سبحانه وتعالى؟ غادي يشوف، تيشوف وتيعاقب. هو ملك النهار. هادي مارشي 12 عام، قولبو 20 فبراير،
فبراير 20 فبراير قلبهم لحوم معمعة دخلوا الحبس وما توخروا اللور وخذوا الحكم. ودار نفس المشكل في اسمه في ديك اسمه ديك في الريف بقى عليهم بالإسلام وهذا وزيد هاري وزيد هاري وزيد هاري تاني غرقوهم في الحبس وما خوابهم. ايوا شي داروا شي داروا فتاني داروا اسم اسم ديك الدوله هذيك جرالها وداروها في زاكوره وداروها حتى في الدار البيضاء داروها من بعد المغرب. فهمتي كيفاش القضيه؟ القضيه مقوده ولكن مع من غتكلم دابا جاروني يطلقوا علينا دوك اسمهم الجمعيات. دابا الجمعيات هما دابا تيحاربونا تيحاربونا باسم حقوق الانسان. واش من حقوق الانسان؟ ما كاين حقوق الانسان. وهذاك بحال دابا داك الدري ديال اسمها ديك الدوله هذيك ديال الشلوح اكادير هذاك الطوانجي فيما تيعمل شي فيديو تيحكموا عليه واخا واخا بيكونش حاضر تيحكموا عليه. بحال دابا هو اللي قبيله خرج شوفها بقى تشوف فيك تشوف راح تقول اش تشوف فيها. انا نقولك السيد هو براسو عاود السيد براسو تا هاد الفيديو اللي دار اللي قال لنا عليه بانهم حكموا عليه غيابا غدا عاوتاني غادي يحكموا عليه ثاني حكم اخر. باغيني يهرسو باغيني يهرسو هذاك ولد القحبه البرلماني ديال التشيرة. نعلت الله عليك اشنو اليوم اثني نعلت الله عليك من هذا المنبر يا القواد يا الفاسد شوه بيك ودعيتي يا ولد القحبه. نعلت الله على دين امك من هذا المنبر تفو عليكم. ها العنوان ديالي شتي فينا هو صاحبي بيا شكايه في المحكمه ديال الاكادير صاحبي بيا شكايه الشفار فين ما يدا شي حاجه تدعيوه غير لهذو العداله والتنميه ولا الحرام. واش نتوما بغيتو تقمعوا عباد الله؟ واش بغيتو تسكتونا؟ واش باغي تسكتونا؟ واه واش بغيتو تكرهونا في بلادنا؟ راكم غادي تكرهوناش احنا من هنايا غادي نبقاو تابعينكم 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 تنطيروكم لانكم نتوما تتهدوا الملكيه. تتهدوها باغين الشعب نتوما ديروا هادشي باش الشعب يخرج يقول الملكي الملك ما وحنا فقنا لكم ديك التقاليد ديالكم فهمتي فهمتي. روحوا تقودوا شناكم اش درتو في العراق شناكم اش درتو في سوريا شناكم اش درتو في لبنان شناكم اش درتو في ليبيا وشناكم اش درتو في الجزائر والعقوبة الموريتانيا فهمتي ولا ما فهمتيش؟ بقا تشوف فيا صحابي انا نجيب باش نبدا نفهم لا ما تفهمش. انا غدا نخربق قلتها لكم النهار الاول انا صريح ما وعدتكم والو ما قلت لكم لا هذا ولا هذا. انا جاي هنايا باش ندوز الوقت من حد هذا الحجر ولا الكياس هنا. انا نبارك لباباكم هنايا الناس يصيطوا لي النميمه وانا نقولها لكم هنايا ها انتوما ردوا بالكم بنتي احنا تابعينكم. راه هاد الناس راه تيخدموا ليل ونهار ماشي بحالكم نتوما يا ولد القحاب عطينا غير النعاس. شوف شتي شي واحد هادي هاد الكارثه اللي وقعت ديك طنجه هاديك طنجه هاديك شتو شي وزير الشغل؟ لا. شتو وزير اسمه الداخليه؟ لا. شتو شكون هو اللي غادي يدير شتو العامل ولا الوالي كيما يقول يسمي كرلو؟ شتو لا. شتو داك الحقوق؟ لا. شتو الجمعيات؟ لا. شكون والو الناس ماتوا صافي شتو غير البومبيه وما عندهمش الماتيريال. علاش؟ لان واحد المقدم ولا واحد القيد ديك الناحيه مخلي شي ولد القحبه شي واحد على النفوذ باني فيلا وخلاه يدير المعمل ديال التكستيل. علاش؟ لان الفلوس المقدم ما بقاش شغلو خد العقه وسكت ومره مره يدوز عنده يدور معاه فهمتي. بحال دابا نعطيكم واحد المثال انا يا غني نعطيكم واحد المثال. انا خرجت في المغرب من 69
والوالدين ديالي خرجوا من الدار من داك الدار خرجوا فيها وقيلة في 78 79 خرجوا وقيلة في 80 في 80 مشوا للدار الجديدة اللي ماشي جديدة جديدة المدينة لا الدار اللي قدام حنا لارميطاج هاك لارميطاج اللي مقابلة مع مدرسة التعدي وهاديك الدار هاديك بقى فيها واحد يقولوا لي خويا هاديك بقى شادة هاديك تزاد تما وعمرو ما خلص ذكرى شادها وهذا ودعيناه باش ناخذو عطينا غير حقنا والو مشى عطا هذا قال لي قالوا لي عطيه السوار ديال شد واحد البيت ترمى عليه وشدو دابا هذاك مول البيت اش دار دار باب ديال الحديد في داخل الدار وداو المقدم فينا هو شكون عطاه الرخصه انا نقول لهنايا انا تندعي تنبلغ الرساله للقيد القيد ديال المقاطعه السادسه اللي تحتو زنقه 39 الدار 268 دربوش نتوف حدا مدرسه الانوار هذيك الدار يشوفوها كيفاش ولات هذاك الاخ اللي تقول تقولوا لي حنا خويا هذاك شوف ديك الدار ولات مزباله عباد الله شددها وتكرفها وتكري عباد الله تكري الناس الناس ما عرفت ديك المره حنا قلنا بان كان يجيب لك الناس لوك تيمشيو لسوريا كان يجيو تما يباتوا عنده تيجيو 4 ايام 5 ايام تيخبروا مشاو لسوريا في هذيك الدار وكتبنا السلطات كتبنا الامن الوطني انا كتبت لهم بيديه وما كنا جواب لا ولا نفعلنا في المغرب الادارات ما تجاوبوش هذا دابا ها هو دابا كاين واحد تما هذاك الواحد خصو يخوي راه قال لي المحكمه حكمات وهذاك باقي مخلينو تما هذاك ودابا دايرين باب ديال الحديد دابا نقول نقدم شوف علاش يدير الباب ديال الحديد ديال العافيه عباد شعل العافيه يموتوا عباد الله ويجوا يسبوها في انايا وانا هنايا انا تنهى الناس اللي تيعرفوا دربوش نتوف ولا شي واحد فيك المقاطعه السادسه ولا ديك الجامعه اللي مكلفه بك الناحيه ها شوفوا ديك الدار كيفاش ولات بحال شي براكه بحال براكه هذيك الدار هذيك الدار مال شاد علينا هو ما باش يعطينا حقنا لا والو تتحكم المحكمه وتتهرب وعنده الدار عنده الدار في الجديده وعنده الدار في مراكش هادو ديالو وشاد ديك الدار وشاد الحق ديالنا في الفوق والحق ديالنا في التحت وتتخلص ومخلي واحد تيبني دير الباب ديال الحديد الباب ديال الحديد عيب الله شعلات العافيه كلشي غادي يموت شكون اللي قال لي دير باب حديد علاش دار باب حديد في الدخله فاش نقول لك الكولوار شنو نقول لك دير باب ديال الحديد في الزنقه 39 الرقم 268 حدا مدرسه الانوار تالمجهل هذا النداء القيد انا غادي نتابعك من هنايا غنشوف واش مشيتي تما واش قلتي لي واش عنده الحق باش يعمل هذاك واش عطيتي شي رخصه ها واش عنده الحق يبني بلا بخبارنا حنايا ودار فيها ماتش فيها وغير حنايا دابا هنا في الانجليز كاين ماشي في الانجليز كاين جوج واحد في كندا وواحد في نيويورك وثمانيه هنايا في لندن وثلاثه في المغرب حنا 13 هنا تقريبا 10 بينا في الخارج وكيفاش هذا خارج شكون اللي عطاه الموافقه باش ينوض يغير في هذا والدار تقريبا ما تصلحهاش شي مره تريب وسبوها في انايا وسبوها في هادو ايوا دابا انت تشوف لو هذا المقدم دابا عش بهذا الموضوع على شي اللي وقع في طنجة المقدم دابا المقدم ما يمكن دور معاه ولا شي عنده ها هو باني باب ديال الحديد انا نقول لكم من هنايا انا لا اتحمل المسؤوليه ولكن غادي نتصل مع المحامي غدا وغادي نقول له ودي حرك البساطير عاوتاني لان المحامي بدا عليا بالزكسكيز قال لي حقا كاين هادشي ديال الحاجه المحكمه على البعد على وكيل عرفنا خدامين على البعد ولكن خدم معاهم حتى بالبراوات لان ماشي حاجه غتقول لي ودي غتنفذوا الحكم ياك حكموا عليه نفذوا قول لي يعطيك الساروت يخوي البيت اي خويه احنا ما شوف احنا ما عندنا ما محتاجينش ولكن تنشوفوا الحقره اترامى على الملك ديال عباد الله احنا تنخسروها انا شخصيا راه المحامي تيقول لك واش انا نعطي ديال الفلوس وهذوك الفلوس هما ما يجوني والو غير انما هو سي لو برانسيب انا الله كتب لي قال لي عندك الحق في الورث وانا بغينا الحق ديالنا في الورث
وهذا ما كل واحد خويا كبير بقى علينا بالتخلويض. لا انا ما ندعيش خويا في المحكمه. ونهار قلنا لي راه جاتنا واحد شويه الفلوس قال عطيني حقي. اي 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 على النفاق. انا نقول راه يسمع فيا دابا فهمتي تنقول من هنايا النفاق. انا ما ندعيش خويا في المحكمه ملي دعيتو انا يا اختي نضرب من جا من جا عطاني واحد تخلقي بيا الفلوس واش من هذا البينات. نهار قالك بغى حقو قالك بغى حقو اه. ونهار الاول قال ما ندعاش مع خويا. قال لي المحامي اما تمشي معاه ولا ولا حنايا غندعيو العائله كلها. وداكشي اللي خص تطبق هو دابا بهذا المقدم ديال الدربوش نتوف الزنقه 39 الرقم 268 سيروا شوفوا اللي قداك هو اللي كيدير كي الزباله واش عباد الله. هذه من نهار خوها الوالدين في 1979 وهو هذاك داك داك الاخ تزاد تما وكبر تما وما تيخلص لا كرا لا والو وعندو التقاعد ديالو من الدار تياخد الكرا وشكون بحالو. واحد اللي ما تيخلصش الكرا اللي ما تيخلصش كرا مليونير مليونير اللي ما كاينش تخلص كرا. ايه وشنو هو الطرف ديال الفلوس ديالو تيمشيو بكرا هو ما عندو لا كرا لا والو. واش دار دار راسو واحد البانشن بانسيون التقاعد ياخد مع الكرايه الفلوس وتيعملهم في جيبو وما تيعطينا حنا والو. كوني غير يقول لك اودي هذا وكذا هو ما محتاجش عنده ولدو هنايا خدام عليه عنده بلادو بلادو الله يخليهم ليه خدامين عليه الفلوس داخله الفلوس داخله. واش عباد الله عنده الدار عنده الدار بلا بيسين فيها في جديده وعنده الدار الابارتمان في مراكش وطمع فينا حنايا عباد الله ومخلي واحد الكراي تما وقيلا كحل مخلي تما ديال الباب ديال الحديد. ايوا هو داك لتحت كاين الناس ساكنين تما كاين واحد ساكن تما وإذا بغى يدخل خصو خصو ياخذو يمشي يقلب عليه باش يحلو ولا شي حاجه العافيه يبقى مشدود تما. ايوا ثاني وقع لينا بحال شي وقع في هذا المدينه طنجة. ها لا انا نقولها انا نقولها من هنايا فهمتي انا تنقول المقدم ولا القيد ديال درب بوشنتوف المسؤولين ديال الجماعه ديال ديك الناحيه سير شوفوا هذيك الدار كيفاش كيدايره عباد الله تيتكرفس عليها هذاك الاخ تيحلف فيها تياخذ الفلوس وما تيخسر عليها والو. ودابا تيخلي الناس تيبنيو تيبنيو وتيديروا البيبيان ديال الحديد. ايوا فينا هو المقدم فينا هو المقدم فينا هو المقدم. والاصلاحات هي عليك الدنيا صافي تكرفصات وهذا تيكرفص عليها الباب ملصقينو بحال هكشي البرارك الكونتر بلاك يا عباد الله الباب ما باش يصوبو تيلصقو. ايوا انا نحشم وكذا لا انا ما عندي غير انا ساكن ولكن يعطيني حقي يعطيني حقي ماشي انا لا. الله هو اللي قال كتبها في القران يعني ياخذ لي حقي وانا تنخسر داكشي اللي غادي يجيني انايا خسرت عند المحامي خسرت شي 10 المره وانا دايرها على التاله باش ما يتسماش راه غلبني وفعلا غلبني لان المحاكم ما تنفذش وتيقول فينا هو الفساد. واش من الفساد واش ني المحكمه تحكم وهذا بقى يتبول عليا قالوا لي يعطي السالو ما جابش السالو المحامي قالوا لي خلص المحامي في الفلوس عطاه النص ما عطاش الباقي. ايوا الله يجعل مفكرك عطاني الباقي الحرام انا قال لي الزراوت شتي هاي البساله كي دايره ما بقاش يعني في كنا انا نقول لك هادشي هذا و تيقولوا لنا حنا تلمسوا بالمؤسسات اسيدي تا واحد ما تيمس شي حاجه نتوما الا تمسوا كركم بيديكم. هو دابا هادشي ديال هادشي هاد الكارثه اللي وقع في طنجه ايوا ما شفت حتى شي واحد تحرك. غدا غادي يقولوا بان صاحب الجنازه يتكلفوا بالجنازه غادي هو يتكلف بها. ايوا هما ديما لصقوا صاحب الجلاله يتكلف انتما خلقوا المشكل وصاحب الله وصاحب الجلاله ويا صاحب الجلاله خصو يحل شي حاجه اللي ديال نقل الاموات المسلمين وتنا. ايوا دابا علاش لان العماله ما باش البلديه واش خسر الفلوس لان خسر الفلوس يبقى لهم والو لجيبهم. ها وانت شوف الفساد دابا هادي خصها تنوض بحث قالوا حق راه مول المحل مات ويموت حنا سوقنا إذا كان عنده لاسيرونس راه تجي تخلقي بالولادو إذا فهمتي يكون عندي لاسيرونس. إيه شتي كيفاش واش الناس غرقوا بالماء ما كاين والو كيفاش عطاه كيفاش عطاه الرخصة واش هذا المقدم واش هو بناي واش هو أركيتيك واش هو ما عرفش يقولوا لي هذا ويلي واش عنده عباد الله ما كاين لا سكور لا والو ما عندهم
والدنيا فيها الماكل داروا لهم غير الشومبريلا يشريوهم اللي قاسموا لك المارشي ديال طنجة ويعلقوهم لهم داك الشومبريلا ديال الدراري صغار يعوموا بهم. كون داروا لهم مالك داروا لهم تما شحال تجمع 1000 فرانك الواحد كون شراها تما علقهم تما وخلهم يطلع الماء يبقاو هذا. ايوا واش انت تشوف هذا شكون اللي عطاه هذا؟ قال لك سري. اش من سري؟ واش عباد الله الفيلات والديور هذا؟ قال لك سري واش هادي تيتنزو علينا تيضحكوا علينا؟ فيقيني من النعاس فيقيني من النعاس ماشي نتوما اللي فيقني هذا المروك هذا البرقاق هذا البرقاق هذا فهمتي فيقني. قال لي راه هذيك اسمها ايوا الدنيا ولاد البلاد ما تيخدموش الحزقه اللي الناس خايفين تيخدموا بديك الحال ديك ديك الكونديسيون هاي الكونديسيون يخدموا فيها. علاش؟ لان ما عندهمش البديل اللي خصهم ياكلوا ولادهم تما. واش الناس كاينه العائله راجل ومرتو مرا ما كاين مرا مات ولا اربعه البنات خدامين تما لان مساك تجيو ترزقوا الله تما وهذا ايوا هذا نقول حنا بانه هذا. ولكن انت تشوف هذا منين هذا المقدم كان يقول لك شوف نعطيك هذا غير نسدو عينا ولكن دير واحد الباب لهاد الجهه ودير باب لهاد الجهه ودير هنايا وصب الدنيا باش الا وقعت شي حاجه عند الناس منين يهربوا. لا هو خصو غير ياخذ ديك التقرقيبه ويمشي وتلعب الجهه وتاني يجي عنده التقرقيبه وغادي. ايوا هادشي اللي واقع في المغرب. وينوض داك رئيس الجمعية الضمير قال لك تيتكلم هو تيدافع على حقوق المغاربة يا تدافع على حقوق المغاربة وسير دافع على هادو اللي ماتوا مساكن. سير تما وعمل شكاية كدا تعمل شكايات تيعرفوك جميع في الإدارة العامة ديال الأمن الوطني تيعرفوك. ونطي تدخل في القانون مع واحد محامي عنده ما عرفت الخبرة قداش تدخل معاه انت في القانون وتقول لي هذا وهذا هذا دار فيكم قال لكم تتسنى منكم تقولوا لي المسامحه. قال لكم لا ما قلتوهاش ديك كشوف تي في غادي يدعيكم ها غادي يدعيكم نتايا وديك سميره من البساله بديت تبسلوا على المحامين وتقولوا القودات نادي القودات ولا نادي ديال هذا النادي ولا ما لك نادي باش يجمعوا الفلوس وياخذوا الرشوه النادي غادي يتشوه دافع على دافع وصدتو فاش دور ودرتو في المحامي قداش ايوا هو تكلم معكم بالادب وتكلم معكم بالقوانين هو تيتكلم لك المؤامر النمره هذه والنمره هذه هذه وهذه وهذا هذا وقال لكم كلامي تنقول انا قال لكم خليوا الملكيه بوحدها بعدوا على الملكيه. الملكيه محتاجكمش. واش تقول دافعوا على الملك؟ اش تدافعوا يا ولاد القحاب؟ انتم تنوضوا الكراهيه ضد الملك بعدوا على الملك. قال ما هو محامي قال انا كنت نقول شحال قالوا لي بان احمق وانا جات معايا قلت احمق ولكن هذا محامي قداش زهراش محامي قداش قال ها احنا رجعنا لاغنيه فهمتي راه داكشي تنقول لكم راني قلت لكم انا ما قاريش راه ما تعرف والو 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 والو, والو. قول لي خريف سروال ما عليه قول لي بغيت تقول انا هنايا تنخربق وانت تتصنت ونبقاو ديما نخربقوا ونتصنتوا تنشوفوا بعباد الله دقه دقه بحال ديال الوداد. عطيني نعطيك عطيني نعطيك عطيني تنجيبوا هذاك اسمه واش داك الكوب ديال افريقيا ديال المحليين واش من هذاك الكوب هذاك بحال الدروبه جابوا الكاس لاعبين بعضياتهم بحال ما عليناش هنيئا اللهم هذوك العمش والعمى فهمتي كيفاش خالي هانتي ها هي هذيك سميره خرجي وقولي اش قولي ها قولي السيد المسامح ولا غيدعيك وعطي له دعاك ديك الساعه التايلاند امامك والحبس وراءك ما عندك ما تفلتي ما عندك فين تهربي ما عندك فين تهربي ها ودابا حنا غير اللي عادنا اللي عار المغاربه تيحطوا ديك النعاسنا ديك هذيك ماء العينين طلعوها القمه ديك النار داك الزامل ديال وزين ديال الكراطة يضرب 17 مليار سبنا قال لهم ولاد القحاب طلعوا القمة هذه تاهي كتسفينا المغاربة ولاد القحاب قالت مسجلة عندك ديك الدريل في الميريكان هاهما طلعوها حدي ماشي برلمانية عطاوها لشوف تي في عطاوها تما تخطب بها شتي دابا حنايا أي واحد يسب المغاربة تيطلعوا ديك القمة هذه ما صابوش لها بلاصة تما عطاوها اسمها عطاوها ديك اسمها شوف تي في تخطب عليها تما يا ما شكون اللي غتجيبني هاد السيمانه اللي خاصها ترجع هذاك ترجعوا معاها باش يحضر راسو يقول سامحوا لي ودخل سوق كرك راه عاقوا بك الشكايات ولاد القحمه ديري لنا بيع 10 ونطالبوا بالحق المدني وما نطالبوا حتى الحق بالمديني عاد بغيت تعرف المدني ولا الرمداني تقولوا عقنا بكم يا ولاد القحاب يا الجمعيات
والو دير لكم دايرينكم الاحزاب باش تبدا تدعيو عباد الله اللي بحال دابا بحال ديال داك البرلماني ديال الشيره هذاك البرلماني الفاسد الذي ينتمي الى العداله والتنميه هذاك هو شحق العسيد حقرتوا عليه دابا دابا المجلس البلدي كلهم داروا شكايه بهذاك كل واحد كل مره واحد كل مره طلع لهم القحبه داعي داعي هذاك اسمه التوانجي داعينو داعينو كل مره داعينو في المحاكم ها شهرين ها ثلاث شهور هذا دابا دابا تقول دابا دار كارني تما ايوا انا بغا يديروا لي واحد السيلول خاصه ديال طونجي كل سيمانه هما داعينو ها اللي باغي 20 مليون ها اللي باغي 100 مليون هاد القحبه مازال دايرينها بالعاني باش يتاجروا باش يتاجروا باش يتاجروا خصهم الفلوس ني خصهم الفلوس يدعيو شي واحد هادو دعينا تصوب عليه القلاوي حاجهكم اقولها وعدها وتحمل المسؤوليه قالوا ندير لكم هالو هالو قالوا هنايا تنتكلموا على الحق تنتكلموا على لا كوريبسيون تنتكلموا على هذا واش عباد الله دوله قداش قد المغرب بتاريخه ولا ومخليين الزوامل مشينا الشميت تيرورست هما اللي مشينا تيرورست اقولها وعدوها هادو هاد الانفصاليين هادو من الانفصاليين المغرب ما عنده لا انفصاليين والو واش حنايا 40 الف واحد تغلبنا حرج على الضربيله ولا حنا ماشي الضربيله ضربيله بزاف حرج على اللي قسم شنو ما هذا الشيء منين تما حرج على اخر يبقى تم دق مني دائما فاقين هذا الانفصاليين والقحاب اللي هذا انفصاليتي مس بقضيه الوطن ولا القحاب قضيه الوطن هي الصحه والتعليم التعليم في الجامعات دا الطلبه تشكا من قله التعليم لان هذاك الوزير الفاسد المزازي هذاك المزازي تيقري بناتو في فرنسا ولاد هادو قالوا لي حق هذاك اسمه بيتشي قال حق راه بنتو كاينه في امريكا من ما دابا نشوف حنا ما غنتكلموش على عباد الله على بنات ولا شي مدي يكونوا في داكشي ماشي مستقلة حنا عندنا الناس ما مولاتهم ما نجبدوهمش خليهم لا كون جينا نتكلم على ولاد عباد الله راه لو كلا تقار ما احنا نتكلموا على باباتهم هذا عندي هذا اللي جبدنا على بال الوزير لانه هذاك خصو يعطي مثال لان التعليم هو اللي مشي غادي اذا ما درتوش التعليم غادي يخرجوا لكم بنادم بحالي انايا فهمتي اي والله قروا عباد الله ها هي ذاك المزعزي اللي باك تضحك وعامل لي زيكوتور باك تصنت في الاوديو ديال بورنو خليني نتقرع عليكم انا فهمتي انا ما خسر والو انا تنتكلم عندي الحق تنتكلم واللي بغى يقول لي عنصري ولا ما عنصري انا عنصري انفصالي منفصل الدار البيضاء للبيضاويين والحائط غادي تبنى واخا قالوا لي غنبنيو كبر من ديال تارودان قال لك هذاك ديال تارودان ما عرفتش حنا واش من تارودان فيها كيلومتر تقول لي كبر من الشينوا لا حنا هذيك غنحترموا تارودان غنديروا هذا الحيط غنديروا عند واحد المنوعات وغادي ندوروا ماشي غدا دابا غندوروه ندوروه بواد واد غادي يمشي معاك وغادي نجيبو قال لك كيما قال لي واحد سير عندك تحفه يعطيك الكروكودايل كان شفتو من الكروكودايل ملي كنت غادي من اسمها من نايبلز كنت غادي لميامي دزنا على واحد المحل تما فيه حدا داك اسمو ايفرغليدز تما كنا حيا كاين واحد الحديقه ديال اسمو الكروكودايل تما غادي نمشي ندوماندي شي ملي غادي نبنيو الحيط ملي الواد غنديرو الكروكودايل تما وديك الساعه العروبي اللي بغا يقطع مش سوقنا باش مابقاش نعمل غير تقابلنا غاليه بين نخدمو البوليس وهذا وهذا اللهم نديرو الكروكودايل كل مره نجيبو لهم حمار نلوحو لهم تما هذوك مورين كراس إذا شدينا ناخذوا لي الحيوان ديالو ونديهو نلوحو في الواد الكروكودايل ياكلو راه الميريكان يعطيو الميريكان نجيبوهم شي دوله اخرى الكروكودايل نجيبو ديمهم تما وندورو بهم الدار البيضاء دي هذا ما لا عادي ندير تما انا قلت لكم هذا هو البلان ديالي نخلي الوصيه للاميره الا انا مشيت مابقيتش الا غبرت مابقيتش تشوفوني لا غادي نخلي الوصيه نخلي الوصيه في الورث نقول لها الاميره نقول لكم ديرها هنا ها هو المخطط ديال الاماراتي المخطط الاماراتي ماشي الامارات ديال هذه الامارات ديال المغرب هذه امارات ما اسمها سيلف رول عندنا الاوتونومي ديالنا عندي حنايا حنا الخارجيه
واسمع واسمع والجيش مالك ما مالك 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 ماشي فيدنا ديال الرباط عندك محمد السادس بات الاميره والباقي ديالنا هنايا الفينانس والعدل وداكشي كلشي ديالنا والبوليس هما نجريو عليهم غادي نجيبو البوليس ديالنا بدون سلاح ما نديرش لهم سلاح والو وغنديرو السجن مفتوح اوبن بريزن غادي في الدار البيضاء وغنديرو عندو السجن وغادي نديرو لهم غرفه لواحد ما كاينش 30 واحد في الغرفه والقفه القفه غادي نحيدو غادي نعملو لي كانتين اللي بغا يشري الماكله يشري الداخل دي الماكله مزيانه حلال دي حلال بحال بحال قال لي واحد ماش قال لي ماش قالوا لي بلي شوش قالوا لي الناس تكتب ناس يكتبوا الطلبه 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 طلبه مساكن تيسوفريو 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 طلبه تبنجي قال لك واحد 24 مع الصبح كان 28 ب 24 هذا هو الطوارجي قال لك مازال بلادي قبيله قال لك مازال ها هو دابا قال لك هو غيدخلوا للحبس طوانجي قال لك راه حكموا عليه غيابيا يمكن يجوا هزوه ما فهمتي دابا دابا هادشي في المغرب ولا ولا فهمتي هادشي ما نعرفش شنو عاود تاني هذا شنو قال لك دابا هادو قال لك شبكوني ملي تيعملو المعلمين ملي تيعملو شي وقفة احتجاجية تيجيو شبكوني تيضربوهم ايوا دوك عندك الحق ديال ديال الاحتجاج ولكن ما كاين لا حق لا والو هداك الشيء غير السينما غير السينما 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 هدا هدا بحال دابا هدا هدا المعلم هدا نوريك صورتو هدا المعلم هدا 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 فاسد تيتحرش على البنات وهدا لاخر تا هو شتيهم هاهما هادو التصاور ديالهم هاهما دابا عرفو التصاور ديالهم هادو هادو تيتحرشو على الطالبات وتعملوا لهم الشونطاج هادو هادو هادا غير تيقراو سبيك انجلش هاهما شتيهم لا انا سيبت لي التصاور انا درت لهم هنايا فهمتي ولكن ماشي سوقي انايا ماشي سوقي هادو خصهم يحترمو يحترمو لان حنا دخلصوهم قراو لهم بلادنا تقبلو سيرو جهة اخرى ايوا دابا شتو التصاور ديالكم صافي قالك التشويه اش من التشويه هما سيبتو لي التصاور انا سيبتهم لعباد الله مابقاوش يتعدو على عباد الله بلاتي قال لي واحد الى عندك لو طون ديريجي الا ترى غنديريجي لا قال لي قال لي قال لي داك الشكايات عليك لحقوا ال 50 قلت لي ملي تربع الصلاح مي لحقوا ال 100 تكلم معايا وغنزيدو نديرو نديرو شي كتاب اخر الشكايات اش كاتبين عاوتاني هنا فين فين هنا هذا ما كاين قال لك فوز افي دي بروبليم اش من بروبليم عندي ما عندي لا بروبليم لا والو قال لك المناضل ديال السوسي رضا طنجوي واخا سيف خرج من الحبس ودخل من الحبس قالوا لي كتبوا عليه شتي تكتبوا عليه الطنجاوي هذا اللي دابا دابا حاقري على هذا القحا واحد قال لك ايوا هادشي اللي كاين ما كايناش نتكلموا بزاف دابا هذا هذاك اللي اسمه هذاك هذاك اللي شدوه اللي شدوه هذاك اللي شدوه الباح قالوا لي شفيق العمراني ايوا سمعنا بزاف الحوايج عليه قالك حقا خرج وخلى مرتو ولادو قالو حقا عنده شي علاقات ما نعرف قالو شي عنده شي علاقات ما نعرف وقالك عنده واحد شي واحد صاحبو كان يجبدو قبيله هذاك الطوانجي شي واحد كان تيعرف المغاربه ودخل المغرب دابا عاطينو منصب تيقرا ديك اللغه الانجليزيه فتما في اكادير وقالك المخزن ما دارو لي والو ما نعرف ايوا هذا العروبي قالك بالمينيزوطا مينيزوطا ما عارف فهمتي ولا ما نتكلموش لان الحياه الشخصيه ديالو يدير اللي بغا فهمتي انما هو راك شتو كيفاش فهمتي ما احنا ما غنبداش نجوجو ودابا قالوا لنا بانه ما عارف واش شدوه ولا ما شدوش الى حد الان ما نعرف ايوا قالك حقا ما ايوا هذا انا بعدا جاتني عجوبه هادي اللي تيغوت في بلجيكا وهو في بروكسل ما عرفتش هو ركب مركبش الطياره هو ركب في الطياره هما قالك شدوه حقا ماشي شدوه
هما كاع عنده ولادو سامح فيهم ايوا يعني في المغرب كلشي يتزوج باش يستر مستر الله ايوا تيجي ملي تيخرجوا لاوروبا ولا للخارج تيديروا اللي بغاو فهمتي بحال داك الشجر شافوا تيدك دا ولا الزين وزيد عليهم بزاف معليش مابقاش نتكلموا على عباد الله سير تقودوا فهمتي يعني غتدخلوا المشاكل غديروا لي المشاكل قال لك قريبين يجيبونا راه صافي قال لك كان عندهم في الاداره العامه ديال الامن الوطني راه قالوا لي بان صافي راه دفعنا الاوراق للمحكمه والمحكمه خرج هذا القرار ديالنا ودابا غيجيبونا للسلا غادي يجيبونا للسلا هذيك المره قال لي تسنى 4 ايام باش نعملوك ناخذ لك الشكايات ديالو ايوا دابا هذيك الكوميسير ديال السلا ولا المحكمه ديال السلا غادي تولي عندهم على ما دير غير مع هذاك سموه ذاك الحسن بن الحسن هذا الشلعله مالها هذا اللي هذا ديال الضمير جمعيه الضمير جمعيه الضمير كنا تعرفونا عندك 4 سنين شحال عام نتوما هنا فهمتي سي تهز مع الدكتور مع الاستاذ زهراج سي تقد عليه والله يدير امكم ما تقول لي اسمح لي الا غادي يدعيك انت وديك سميره نضرب نقولوا السماحه ويدعي حتى اليوتيوب يدعي حتى ديك اسم القناه ديالك شوف تيفي يدعيكم ثلاثه لان القناه هي اللي خلاتو هذا دونك القناه خصها تقول لكم نتوما طلبوا المسامحه من عند الاستاذ ومن عندك اسمو هذاك الاخر هذاك ديال التطوان العيني ولا ماشي العيني غتطلبوا منهم المسامحه على كاع لك المدافعين اللي دافعوا الماديمي غادي تطلبوا المسامحه وهذاك وهذا الضمير ندعي هذيك اللي قالت المغاربه ولاد القحام برك هذاك قالت لما راه كاينه حجه صوره صوت وصوره راه جبدها لي هذاك ديال الميريكان جبدها لي فهاد الصباح في يقرا ماناش راه جبد لي راه كاينه صوت وصوره المغاربه ولاد القحام ها انت عشتي ياكو قلنا حنايا كون فاقين درتو لينا مجدل عشتي ها انت ومول كاسكيطه قال لكم بانكم كلاب وخشيتو بالحبس 4 سنين على والو والاخر مول الحانوت تا هو هذا وهذه تتقول المغاربه القحاب المغاربه ولاد القحاب تمن الامن الوطني تا هو داخل معنا راه هما مغاربه تا هما ولاد القحاب هذه سميره الداوري هذه شوفها يا بابا شوف ولكن قال لك يا اسمو اخبارك يجيبوا الاخرين يلا سي درت لكم ناقوس يلا ورك وعاود كرك في الدين هنا نقول لك بهنايا انا اقولها واتحملها عاود كرك ورك وعاود كرك اخوان المواطنين اسمحوا لي في كاين البرد والله الا البرد مني ما تنساوش تشاركوا في هذه القناه وتابوني سبسكرايب شير بارطاجي فرقوا بعضياتكم عمل لايك عمل ديسلايك وعمل ديك ام ودير اللي عجبك فهمتي وعاود لك راك فهمتي واش نقول لك مالي ما نقول لك راه الفيديوهات هاد الايامات قلنا لكم كلهم حبسوهم وكاين شي وحدين تمسحوا لهم الكومونتير لا اذا كنتي كعامل كومونتير مع شي فيديو اللي حيدتو انايا الكومونتير تيمشي معاه انا تنحيد داك الفيديوهات منين تيحبسوهم ليا ماشي تيحبسوهم تيحبسو المونيتيزاسيون مي تيحبسو المونيتيزاسيون ما عندي من علاش غادي نخليه تما اللهم نسدو وندير واحد اخر اللي غيتفرجوا فيه عباد الله ايوا كيمي وكذا ترجعوا مي ترجعوا معاو ثاني من الفيديو الثاني والثالث قبلوه هذوك الاخرين تنحلهم والكومونتير ديالك تيرجع راه ما تيحيدو لكم حتى شي واحد فهمتي راه ما ساكنيش معايا جنون هنا فهمتي قلت لكم مولا تسلم عليكم قلت لكم ما تشوفكم حتى نهار الاربعاء قلت لك عندنا شي حاجه مهمه واش المهمه ما كاينش شي مهمه كان هذاك اسمه داك الامريكان فوتبول هذا هو اللي كان هي مشات تخدم تما وما عليناش راه قلت لك حتى نهار الاربعاء تجي تيك ايزي غنبقاي وقت ما جيتي مزيان غادي تسناو فيك فهمتي من هاي ينعسو شي شويه لكن نهار نتي معاهم وما تينعسوش خليهم ينعسو شي شويه وتا تجي على التالي نهار الاربعاء وبدا لي نبدا لهم هو انا غنمشي بحالتي
واش انا باغي نشوف داك الدكتور الدكتور العسكري ديال طنجة نشوف واش غادي يقول غدا واش تما قال والو اليوم مسكين ما يقدرش يقول لنا القحاب يضرو به يديروا لي شي تهمه ويغرقوا لي الشقف مدي كيما داير الطوانجي ولكن باش السوق له مدي حنا نتكلموا صافي مدي الله يلاه حنا لحقنا عليه ندير لكم السفاره Your last order, other bar, please. Your last order. البرد البرد. سمحوا لي لابس كبوط لأن البرد عمي البرد البرد. عرفتي مخدم دو شوفاج. نزيد التالتة ونزيد غدا إلا خرجنا نمشي نقلب لا ما نخرجش غدا. الخميس منيح يزيد التلج. نمشي نشري تاني شي واحد آخر. غادي نعمر هاد المحل غير بالشوفاج. Ladies and gentlemen, finish your drink and piss off. تصدعوا لي كري. هو هادشي اللي كاين، ما كاين ما يتقال، ما كاين ما يتقال. فهمتي، هاد الحكومة وهاد البرلمانيين وهادو، ما مديناش فينا. والو، شدوا ربعة الناس في المضيق، الدراري صغار شدوهم. ثاني تاهم الله يحفظها تاهم شي 20 عام الحبس. إيوا دابا بلادي هادي ولات. ماشي ما نلموش الحموشي ولكن غنقولوا بوليس ستيت دابا هذه ولات هي هذه تكلم بالرفاق صافي تكلم هادشي ولا دابا في المغرب ولكن هادشي هذه هاد السياسه ديال هاد الكلاب هادو هاد الحكومه تعرفوا غير العنف والنكاح صافي ما تعرفوا والو وكلهم ولاد القحاب ولاو اغنياء بحال هكا اسمو هذاك هذاك وزير الحقوق وفينا هو سمع لي قال شي حاجه اللي مات ما قال والو قال غادي يتزوج عاوتاني ما يقدرش يتكلم الا تكلم قول لي انت كدي بحالو ما تخلصش عباد السوشيال سيكوريتي ووزير الشغل حتى هو كذلك داك الشيء حتى هو ما يقدرش يتكلم لان حتى هو ما يخلصش السوشيال سيكوريتي الا تكلم على هذا المعمل ما يقدرش يتكلم ما جاش وهاد لي زانسبيكتور دو ترافاي كيما قال العدراوي كانوا يخافوا من العدراوي ملي جوست هذاك الكو هذاك الانسبيكتور دو ترافاي تيلقى لهم العدراوي العدراوي تيلبس داك الكومبلي يقول الكومبلي القدام ديال المغرب فهمتي تيلبسو يدير كرافاي ويوقف في الباب غادي يجي داك السيكوريتي تيخلعو تقول شنو نقول لا لا نقول لك الانسبيكتور تيجي تقلع العدراوي تما داك في السفاسفه دوك المعامل ديال التكستيل تيمشي تما العدراوي تيدور معاه وتيصيفطو العدراوي هو ديك الترابل شوت ديال المعلم هو اللي يتكلف بالرشوه العدراوي هو اللي واش ديك الفورم على كي دايره تحيه السي العدراوي والله الا مشكله يلا مرك قف ندير لك الناقوس ونقولوا بحالنا ياك ما جاكم البرد شي شويه ياك واخا خويا غدا ندير لك الشوفاج ونجيب ديك القرعه ديال الماء سخون هاني ديك نجيبها وديرها بين ركابك باش تسخن نجيب لك القرعه ديال ديك القرعه ديال الجلد هاديك تنعمر بالماء سخون ونجيبها لهم وديرها بين رجليهم باش يسخنوا قف 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 برك باش تقولي بياك ايوا هذا ما تنساوش او دابا بين الدراري يصبوا لينا التصويره ديالي هنايا هو هذا ولا ويولي هذا هو اللوغو ديال الدار البيضاء او ديروا هنايا المكانه اللي جاي تبعنا وديروا ديك التريبينال وديروا التصويره ديال البوستا هادو ديروا مالو ديروهم ولا نديروا الشعار ديال اللوغو ديال الدار البيضاء يلا الدراري يلا بلا تصوروا بلا ديسينيو وهذا هو الشعار ديالنا راه معروف خدم ولا قود فهمتي لا ما لان المغرب برجاله قال لك ملي الناس بدات تشكي عرف بان كاين خلال الله تصبحوا على خير ودمتم ب الله يسهل عليكم ويسهل على جميع شكون هما هذوك حنايا